السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم معلومات مبعثرة. ثرى بركان آنا كراكاتو في اندونيسيا لينبعث دخان ناري لمسافة 500 متر في الهواء حسب ما ذكر مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية. وفيما يلي نعرض لكم أبرز 5 معلومات عن هذا البركان المرعب. يقع البركان بين جزيرتي جاوا وسومطرة، وأدى إلى تكون سحابة رمادية بارتفاع 14 كيلومتر في الهواء. تكون جزيرة آنا كراكاتو بعد الثوران الأسطوري لبركان كراكاتو في أغسطس عام 1883. تسبب آنا كراكاتو في حدوث موجات مد عاتية تسونامي خلال ثورانه في ديسمبر عام 2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصا وإصابة الآلاف. يعد البركان الأكثر نشاطا في البلاد، وانتهى العمرتين ليلة الجمعة لمدة 40 دقيقة وفقا لتقارير صحفية. ليس البركان الوحيد في اندونيسيا، ففي وقت سابق يوم الجمعة أطلق بركان جيل ميرابي الأكثر نشاطا في اندونيسيا عمودا من الرماد على ارتفاع 5000 متر في ثاني ثوران كبير له خلال هذا الشهر، وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابي في عام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر 280 ألفا من سكان المنطقة على النزوح من منازلهم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك منا كل جديد.